المكرونه نسلقها بميه مملحه او نلغي الملح خالص لو احنا هنستعمل ملح في الصلصه زي ما انا عامله، انا سلقاها من غير ملح خالص. كمان عندي جمبري يكون متنظف حلو جدا ومتقطع صغير، عندي جبنه بارميزان او باراميزان، وعندي ثوم مهروس، ريحان مفروم ناعم، ريحان فريش، كمون، سكر، طماطم تكون متكسرة أو متقطعة مربعات صغيرة بالمية بتاعتها بالبزر بتاعها عايزاها زي ما هي، وبصل مبشور ناعم جدا، وصلصة طماطم، ملح وفلفل، وزيت زيتون، مش هنعمل زيت عادي خالص بس كده. هحط شوية زيت الزيتون عشان نعمل صلصة، ما يعادل كوباية تقريبا، كوباية صغنطوطة ما تكتروش، ما يبقاش كوباية كبيرة. وهاخد فيها البصل بتاعي، أول ما يبتدي يتشوح معايا أو يدبل معايا، مش هستناه لحد ما يستوي خالص، لأ، وانس إنه ابتدى يدبل معايا يبقى كده تمام جدا. أهو مش هنزل فيه الثوم خالص دلوقتي غير آخر حاجة. خلونا نشوف السمك بتاعنا وصل فين. بسم الله، أيوة بصوا، هخليه، هشيل الغطا، خلينا نحطه هنا ونشوف الطاجين ده وصل لفين. اهو بصوا، عايزه اقول لكم احنا عارفين السمك ما بياخدش وقت طويل خالص، هياخد له حاجه بسيطه وهيبقى معانا جاهز. انا هنا البصل بتاعي ابتدى يتشوح، مش عايزاه يتحمر، كل اللي انا عايزاه انه يبقى معايا هادي خالص او يبتدي يدوب معايا، يدبل معايا. هبتدي احط عليه مطشه اللي هي الطماطم. بصوا بقى، انا حطيت الثوم بتاعي اخر حاجه، بحط كل التتبيله بتاعتي واخليها تتشوح معايا. خلوني اشوف النار، وانس انها تبتدي الطماطم تغلي معايا هنزل فيها الجمبري بتاعي، اما الجبنه البارميجان دي اخر حاجه. خلونا نجيب، هنحط الطاجين فين؟ انا هجيب الطاجين ديالي، اخترت النهارده طالما هو موضوع فيه اسماك وبحر وقمرون وحركات، فخلوني احط طاجين لونه ازرق لون البحر. يلا بينا. زي ما قلت لكم ما تنسوش يوم 19 ويوم 20 ضروري جدا، نشوفكم ان شاء الله، هيبقى يوم حلو جدا في حديقة الأسرة. المعلومات كلها والتفاصيل كلها عندكم على الموقع هتلاقوها. عايزة اقول لكم هيبقى يوم حلو جدا، كايرو بايت يوم مميز جدا 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 جدا، هتلاقوا كل الشيفات بتاع سفرة موجودين ان شاء الله. خلوني انزل كل المكرونة، فهنستناكم ان شاء الله بإذن الله ضروري. بصوا اول ما ابتدت تغلي معايا الطماطم بتاعتي، قبل ما تتسبك معايا بمعنى اصح، قبل ما تغلي معايا وتولي تقيلة معايا لاصوص ديالي، يعني الصوص بتاعي يتقل معايا ويتسبك معايا، اهو بترجم على طول، هحط الجمبري بتاعي عشان ياخد لي الطعم كله وياخد لي التتبيلة. بس في الوقت ده هعمل ايه؟ هنا